تواجد يقول الإداريين كان لهم تجارب سابقة في كأس العالم، فمن خلال خبرتهم احنا راح نستفيد. يقول أنا معجب جدا وسعيد بالانسجام اللي قاعد صاير في العمل الإداري. اولا انت اذا عديت صراحه فريق من جميع النواحي، يعني عديته بدنيا اتكلم وعديته بشكل جيد، وجلس اللاعبين يستوعبون ما يعطيهم المدرب ويتقبلون ما ياخذونه في امور امورهم اللياقيه والامور الفنيه وكل هذه الاشياء هيئته بشكل جيد. طبعا دائما المعسكرات تتكلم تختلف، دائما المعسكرات عن قضية المعسكرات القصيرة. الآن احنا في معسكر طويل إلى كأس العالم، يعني معسكر ما هو معسكر يعني حكاية أسبوع ولا يوم ولا 10 أيام ولا زي كذا، لا هذا معسكر طويل. فلذلك مهم جدا أن يكون في أخصائي تغذية، هذا مهم جدا. النقطة الأخرى مهم جدا أنت تلعب مباريات صعبة جدا، ما هي مباريات عادية. فلذلك وجود أخصائي ذهني ممكن أي لاعب من اللاعبين يعني تجد يكون ممكن يكون عنده دروب معين، ممكن يكون عنده امور بسيطه معينه، لابد ان يكون التركيز عنده عالي. النقطه المهمه دائما كل انسان في الدنيا هذه عنده يعني عنده قدرات هائله وعنده اراده قويه جدا. الاراده هذه احيانا تضعف واحيانا ترتفع، فلذلك ضعف الاراده هذه ويعني والنهوض بالاراده هذه الى الاعلى انا اعتقد انها تحتاج يعني ناس متخصصين جدا في رفع اراده اللاعبين، لانه ما في فرق. انا اعتقد يعني الفروقات احيانا يعني تذوبها بالمجهود اللي قاعد يؤديه اللاعب والقتاليه اللي قاعد تؤديها اللاعب. تو الزملاء يتكلمون عن المنتخب الايطالي، يقول لك المنتخب الايطالي يتميز بالقتاليه ويتميز فريق قوي وفريق عنيد ما يرضى انه يخسر، يعني فريق من الفرق اللي على مستوى العالم حتى لو ما تأهل من الفرق اللي يعني لها قيمة معينة على مستوى العالم. فلذلك هذه الأشياء وهذه الخواص أنا أعتقد أن اللاعب السعودي طالما فيه معسكر بهذا يعني بهذا المدة، وطالما أنه تحت إشراف المدرب مباشرة يعني والجهاز والأجهزة الموجودة معه، أنا أعتقد أنه بحاجة ماسة حقيقة لرفع مستوى التركيز، بحاجة ماسة لرفع مستوى المعنويات من مباراة إلى أخرى، بحاجة ماسة إلى يعني قضية التغذية وتنظيمها بشكل جيد. كل هذه الأشياء بالإضافة إلى اللاعبين يعني أنا لما يكون عندي بالتأكيد واحد لاعب كبير، يعني أنا أتذكر الأندية يعني لما يكون نادي مثلا يخفق أو يحصل له إخفاق معين على مستوى الدوري السعودي، تجد أن جمهور النادي وإعلاميين يطالبون باللاعبين القدامى أنهم يجون يدعمون الفريق ويرفعون المعنويات للاعبين. فأنا أعتقد هذا الشيء يعني اللاعب السعودي عنده يعني حقيقة الأمور النفسية لها دور كبير. يعني احنا ترى يعني كسعوديين عندنا العاطفة والأمور النفسية ممكن ترفعها بشكل بسيط جدا، يعني فلذلك هذه الأشياء أنا أعتقد الاتحاد السعودي لكرة القدم الآن اللي أشوف وأنا من خلال الميديا، يعني من خلال تتكلم ما يطرح في الإعلام ومن خلال اللقاءات اللي قاعدة تصير مع الموجودين في المعسكر، أنا أعتقد أنها مبنية على التفاؤل في عمل كبير. بالتأكيد هذا العمل يعني حنشوف مباراة بكرة بتكون مباراة صعبة على الفريق، لكن في الأول والأخير يعني أهم حاجة أن نشوف الفريق يعني مقدم نفسه بشكل يعني مميز ويظهر لنا فريق حقيقة منسجم ويقدم مباراة حقيقة. يعني لا بالتأكيد ما راح نجاري المنتخب الإيطالي طوال يمكن 90 دقيقة، ولكن أنا متأكد أن المدرب يعني لو الفريق جار المنتخب اللي تكلم الإيطالي مثلا 40 دقيقة 50 دقيقة يكون نوع من الاطمئنان على الفريق بأنه يصير بشكل تدريجي إلى الأعلى. نعم تركي كأنك